وإن من شيئتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.